في ايه؟ مالك مالك جناب المهرجان؟ اين سنجل السيدتي؟ يعني اهلا بيك في الجزء الخاص بلوكاندة السعادة اكرم 5 ستارز. اوكي يا بولتا. ايه كي يا بولتا دي؟ احلى من كي يا سراتو؟ لا قول له ما عندناش هنا في مصر غير كارنز وسراتو. ما ينفعش، هو قصده عليا الطلاق، ما انا قاعد في اوضه اكرم. كي يا بولتا يعني عليا الطلاق؟ لا تنفعنا قوي انت مترجم. اما اقول له امال عايز يقعد فين؟ هتقعد فين يا برنس؟ ثواني ثواني، هو انا عاجز؟ انا ايدي دي مقطوعه، مش عارف اقول له تقعد فين يا برنس. بقول لك ترجم له هيفهمني انا. هو كده فاهمك يعني؟ الله ايوه. هتقعد فين يا برنس؟ اوه اريد ان اجلس في غرفه العم رمضان. ايه؟ اوضه عم رمضان؟ الله ده رزق عم رمضان. مهرجه انت يقعد عم رمضان؟ استنى استنى بس هبفهمك بعدين. استنى عم رمضان ايه؟ دي اوضه نتنا حضرتك. هو بيحبها هو. ايوه اقول له اشمعنى الاوضه دي؟ ليه يا برنس الاوضه دي؟ لا اللهم صل على النبي بجد يعني. علامه. والله ده خد الكورس في ساعه. انت عارف الريشه دي حاساها الواي فاي اللي بيقولوا في الترجمه. مش ممكن يعني. هيغني جورج والسوفه بس بقى خلاص. منذ 20 عاما او يزيد من زمان فح. هو ده ابتدى الترجمه له منذ 20 عاما؟ قال له من زمان فح. والله والله الفيلم ابتدى يعني. ده لا ده احنا نقعد بقى نتفرج عليه الفيلم ده. ده لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. ايه يا حاجة؟ لا ايه؟ بتقعدي على مراحل؟ مشروع بيقعد تقعد كده لم نفسك. هاتوا دي حديد عشان تستحملها بعد كده. هيا منذ 20 عاما. ايه ده؟ من زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وانا ايه ده؟ وانا منديل بكده. ارفع دي كده شوية. سامع ان انا كومودينو جنبها شوية تحط عليها موبايل شحنه. قال لك منذ 20 ارفع كده خليني انزل يا ستي. انا كل عظمه اوديه فين؟ منذ 20 عاما من زمان فحت جئت انا وابي الى هذه اللوكندا الحقيره. جيت انا والحاج للوكندا الزباله. وجلسنا في غرفه العم رمضان وقعدنا في اوضه الحاج رمضان. الله. وحينها كنا فقراء. ساعتها كنا فقراء. ايه دق؟ ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ بيترجم هندي شبرا. ان شاء الله. لا مش عارف من غيرك كنا هنفهم ازاي؟ احنا مش فاهمين منك حاجه خالص. لولا الراجل العبيط ده والله. كنا فقراء دق. ولكن بعد ان اصبحت غنيا لما الظهر لعب جيت انا والمهبوبه. جيت انا والحته بتاعتي. دباع بيترجم. انا والحته بتاعتي. بين قوسين ضحكه ميصه. لا انا مش هبص هنا، انا هبص هنا بس هنا احلى. ده الملخص. صح. لاستعيد بعض الذكريات عشان افتكر اللي عدى وفات. يا راسي اريد ان انسى الهموم. ارفع عنك الهموم واهملها مكانك محبوبي. اشيل عنك الحمول، ده انت باع لي وسند. الله يا خالتي قولي. ده انت باع لي وسندي يلي ماليلي التلاجة لحمة. ما شاء الله بيبتي الترجمة بسرعة يالا. ما تقوم تترجم مكانه. لا لا صعب، الراجل ده دارس. دارس. ايوه. تمت الترجمة بمطابع حمو بيكا. هو فعلا بيقول حاجة وهي هي. بين قوسين ضحكة زبالة. انتهيتوا؟ نعم. بص بقى قول له يعني هو طالما عايز يقعد اوضه عم رمضان يبقى احنا ننده له العم رمضان. ولا ولا ايه؟ ايه اللي ايه؟ ايه الرشاقه اللي فطت فيك دي وقمت؟ انت بتحسديني على الهشاشه اللي عندي؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ في ايه اللي عايزه ايه؟ ما يلا اتنيل قومني. قومك ايه في؟ انا لسه عندي مسرحيه ثانيه، ايه اللي قومني؟ قلت لها قومني. ترجم لها قول لها والله ما بايدي. بدل الحركات دي ده. قومي قومي انت. يلا بجد. قومي لوحدك. اللي قومي لوحدك. اللي في سنك بيحبوا. قومي.
ناقص كالسيوم. ده ده معلش ناقص كالسيوم. طب خليكي انت. بص بص اقول لك على حاجه. امسك انا في الهلب ده والميني السلبه محبوبه. انت يا اخي خليها مكانها. احنا نتعامل ان دينا فوره في قلب اللوكاندا هننبسط حواليها. يلا والله ما اقدر اعمل حاجه. اللي والله ما هقدر اعمل. ماشي ماشي تمام. تعالي تعالي تعالي. ولا بنت اختك في ايه اللي تعالي؟ انت هندي قوي. ايه اللي تعالي هتشيلها كده؟ تمام انت شايف كده يعني. لا هساعدك خلاص. ماشي هفضل قاعده كده ترسم انا يعني. لا لا يلا وبعدين طيب اهو يلا الا اهو يلا. بس لو غرست ما تسيبنيش. شدوا عربيه واقعه في ترعه. ايه يلا شغالي في تيس الغرز. بس يلا يلا مش عايزه منك حاجه. جاتك البلد خلاص. الحمد لله اول واحده طلعت اهي. ايه اللي عملتها؟ عملت مروحه. ها هنعمل ايه؟ بيقول لك عايز يقعد اوضه عم رمضان بالتحديد ليه ذكريات. كمل كده يعني. تلم نفسك يعني. يلا يلا هات يلا. لا يلا بالراحه على ايدي. لا انا عدد صوابعي. كنت هتزحلق. لا لا هتزحلق. معلش السجاده اللي كانت هتضيع. انت مستعد تدفع حلو في اوضه عم رمضان؟ مستعد ان ادفع مليون جنيه مصري مقابل الاسبوع الذي ساسكن فيه. إيه وهيدفع ارنب مقفول. ارنب مقفول؟ مليون جنيه يا عم رمضان. ولا ايه هبديك حته من الارنب. افهم. انت عايز نقسم ما بيننا. فهمتك يا معلم. انت ماشي اسال بس. طبعا موافقين موافقين. الاوضه جاهزه اكيد. تمام كله متفق. احلى تمر هندي. ايه ده ايه ده؟ انت عشان هنود فجايب له تمر هندي؟ خيالك محدود. هات هات. ايه ده؟ لا لا ايه ايه اريد ان اتذوق. لا لا تتذوق. خد ترجم له طعمها. لا ما حلوه قوي. حلوه 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 قوي. خلاص خلاص خليه خليه بقى يطرهم على ما نفضي الاوضه. صبري. ايوه يا فندم. يلا خد جناب المهرجه والمادام بتاعته يتغدوا في المطعم عندنا عقبال ما نجهز اوضه عمك رمضان. تحت امرك يا فندم. يلا نمستين نمستين. يا وليه تلم جوزك واقف؟ ايه اللي تلم جوزك واقف؟ دي بتشبع عليك الناموس. بتقول نمستين نمستين. سرسري شبشبي ايه ايه. لا يا استاذ منصف نمستي يعني بحبك بموت فيه. يا سلام. يلا يا ساندي. يلا ساندي ايه يا جدع؟ انا اسمه صبري. يلا ساندي صبري. يلا يا غزال الضرب الاحمر. شكري يا شكري يا سرحان. يلا بيقول اي حاجه بتيجي والله ما ترد عليه. سيبه سيبوني. ده ده الكارت بتاعي انا. اروح السفاره بتاعتي. لو السفاره يلا تصدق السفاره بتاعتي. هات يا عم يلا اتكل على الله. محتاجته حاجه كلموني. ايه ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ المهم عايزين نقنع عمك رمضان ان هو يسيب لنا الاوضه. لا انت بتهزري. نقنع عم رمضان ده لو عرف موضوع المهرجه هو منذ 20 عاما والحاجات دي هيطمع. امال هنعمل ايه؟ هخليه يسيب الاوضه ازاي؟ لا احنا نحور عليه. يعني انا اقول لك حاجه. نقول له ان ده واحد صاحبه يعني ايه مخه مهفوف شويه. بيلبس هندي وبتاع ومحوش فلوس فعمي عايز يستضيفه هنا عشان صاحبه. بس ما عندوش اوضه فهناخد اوضتك ونراضيك بقرشين. ماشي يلا حلو ده. حلوه بس ما تعيش بلسانك قدام ولا تقولي هندي ولا تقولي عبيطه يا عم. يلا نتيجه بقى.